الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. وبعد، الحقيقة احنا بنتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الأستاذ الدكتور حافظ الشرقية الذي أناب معالي الأستاذ علي السكرتير العام المساعد للمحافظة، نظرا لأننا في يوم الجمعة ودي الدفعة الرابعة من اللحوم 4 أطناب، جملة ما وصل يعتبر 12 طن لحمة للمحافظة، ومع معالي الأستاذ علي السكرتير العام المساعد للمحافظة. شكرا لكل من ساهم في هذا الدور الملموس، دفعات متتالية لمحافظة الشرقية. شكرا لفضيلتكم، شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شكرا لكل من ساهم. الحمد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أولا بنشكر معالي الأستاذ برضه مع وزير الأوقاف. وصل الإسكندرية 4 طن دفعة أولى، ثم 4 طن مرة أخرى، وهذه المرة الثالثة 4 طن. يبقى هذا اليوم وصل إسكندرية 12 طن للأطول. وكل عام وسيادتكم بخير. شكرا. وصل اليوم الجمعة إلى مديرية أوقاف الجيزة من محرم 1442 هجرية 4 طن من لحوم صفوف الأضاحي. وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 13 طن من لحوم صفوف الأضاحي. اليوم الجمعة في اليوم الثاني من السنة الهجرية تم اليوم استلام 3 طن، ليكون جملة ما وصل الإسماعيلية 7 طن من لحوم صفوف الأضاحي.